السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعليم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نفتح القرآن ونقرأ من القرآن. إحنا ما إلنا يعني الأمة الإسلامية ما إلها إلا ترجع للقرآن، وإلا إحنا يعني الأمة الإسلامية الآن راحة في 60 داهية، وما راح تعرف ترجع من هاي الداهية إلا بالرجوع للقرآن، الرجوع للقرآن وتطبيق القرآن. نفتح القرآن، فتحنا على سورة العصر. سورة العصر نقرأها مع بعض لأنه صغيرة، يعني هي كلها آيتين صغار. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كمان مرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الله عز وجل هنا بيقسم وبيقول والعصر. يعني إذا كان هو هذا العصر يعني اللي بيقسم فيه هو المقصود إنه عصر النهار، يعني عصر النهار هو عصر عجيب، يكون جو حلو ويكون يعني الشمس هديت ويكون الهواء كده يفحفح ويلعب ويكون الوقت جميل جدا، يعني إعجاز خلقي، الله خلقه هذا العصر. سواء الله بيقسم بهذا العصر اللي هو عصر يوم، أو أنه يعني القصد أنه عصور أخرى من العصور اللي مضت أو حتى العصور القادمة. فأي كان الله هنا لما بيقسم يعني بيكون قسم عظيم، قسم عظيم. فهذا القسم بعدين بيقول الله انه الانسان في خسر، يعني الانسان يعني رايح في 60 داهية، الانسان خسران، الانسان كانسان، يعني سواء كان مشرك كافر مسلم من الاديان الاخرى ايا كان. الله هنا يخاطبنا على الانسان نفسه، الانسان نفسه انه هو في خسر، في خسارة. إلا هنا في استثناء، في هنا استثناء، الله يستثني اللي الناس اللي مش رايحين في 60 داهية، اللي الله يستثنيهم من بقية الناس اللي هم هنا. إلا الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، آمنوا بإيه؟ آمنوا بالله ورسله وملائكته وأنبيائه واليوم الآخر، إيمان كامل صادق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذلك، مش فقط أنه يعني بس اللي آمنوا، لا، ما أنا ممكن أقول أكون أقول أنا آمنت بالله وأنا أكون كذاب. العمل بدك تيجي تعمل تثبت أنك أنت مؤمن بالله حق ولا أنت بس كذاب. ولذلك العمل وعمل الصالحات، بدك تعمل أشياء صالحة، أشياء جميلة، أشياء يحتاجها المسلمين، المجتمع الإسلامي، جميع المسلمين والمؤمنين. العمل هنا دائما احنا كنا نقول انه الانسان المسلم ما بيستمد اي قيمة، ما له قيمة، الانسان المسلم الان ما له قيمة الا اذا كان قيمته تستمد من العمل تجاه خدمة المسلمين جميعا. يعني كل يوم الانسان المسلم لازم يعمل شيء يخدم في الأمة الإسلامية، لأنه الأمة الإسلامية ستطلع على أعماله وسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنين، لذلك أو المؤمنون، لذلك المؤمنون لهم حق تجاه كل فرد، لذلك حيطلعوا على أعماله. إيش عملت لنا؟ إيش عملت للمسلمين؟ ولا أنت بس انولدت وقعدت تصلي وتحج وتصوم وبعدين متت، طيب وملكاش قيمة ولا حتى تذكر. بينما الرجال اللي المسلمين المؤمنين اللي بيعملوا صالح
لصالح المجتمع، بيقولوا والله يعني يتذكروهم. مثلا احنا بنتذكر الشيخ زايد مثلا كقائد من قادة الأمة. الشيخ زايد شيخ الإمارات كان رجل طيب، وكان رجل يعمل من أجل الأمة، لذلك الكل بيذكره بالحسنى ويذكره بعمل الخير. عندك مثلا يعني حتى رجال عاديين بين المسلمين مش قادة، لما يكونوا مثلا بيصلحوا بين الناس، لما الواحد فيهم بموت، بموت يعني وبتوفى، الناس بتضلها تذكرهم، والله رجل طيب كان يصلح بين الناس، كان يعمل أعمال صالحة. والله مثلا فلان بنى مسجد، والله فلان عمل مدرسة مثلا للمسلمين أو أطفال المسلمين، فلان عمل مستشفى، فلان كان يعني رجل صالح وكان يعمل للمسلمين. هذه هي الرجال اللي المؤمنين المسلمين بيذكروهم وبيطلعوا على أعمالهم يوم القيامة، أنهم عملوا شيء للأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية الآن في خطر شديد، يعني يمكن أكاد أقول أنه أخطر من مكان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان وحيد وجاء بالدين لوحده، وكان خطر شديد على الدين بمكة أيامها وعلى النبي. حاولوا يقتلوه، حاولوا يسموه، حاولوا يضرب النبي وتعذب ومشى بالصحاري. لذلك الدين الإسلامي الآن يعني الخطورة عليه أشد بكتير، لأنه بيننا، من بيننا الخطورة. الخطورة مش من الغرب، في بعض خطورة من الغرب والصهاينة لأنهم هم بيحاربوا الإسلام، لأن الإسلام ضدهم، ولكن الخطورة منا، من داخلنا، من المجتمع المسلم نفسه، لأنه ما فيش الآن عدالة اجتماعية اللي هي أساس الدين الإسلامي. العدالة الاجتماعية مش موجودة، مش موجودة، في خطر شديد على الإسلام. لذلك هنا الله يقسم، يقسم قسم الله عظيم، يقول والعصر إن الإنسان اللي فيه خسر، في ضياع، توهان، ضلال الإنسان. إلا في إلا، في استثناء. هذا مين إلا؟ هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش بس فقط الذين آمنوا وسكت. هنا القرآن واضح، هذا الذكر تبعنا، القرآن، هذا القصص تبعنا، وهذا الذكر، وهي المتعة اللي بتيجي من القرآن، متعتنا، متعة المسلمين. لما تقرأ القرآن تتمتع أفضل من إنك تشوف فيلم أجنبي. لما تسمع القرآن تتمتع أحسن، أفضل من إنه يعني تسمع أغنية من أغاني هذول مش معروفين مين. الذكر تبعنا هذا قصصنا، وهذا حكاياتنا، وهذا ديننا، وهذا دستورنا. الإعجاز اللغوي اللي فيه، والإعجاز العلمي، وإعجاز كل شيء، يعني هذا متعتنا، هذا ذكرنا، هذا هو أنزل الله. لذلك إحنا بدنا نتمسك بهذا القرآن ونعمل به، وإلا إحنا ضايعين وروحنا في 60,000 داهية، وبنكون بنستاهل كمان، بنستاهل الدعس على رؤوسنا وعلى رقابنا كمان. انتبهوا، لازم المسلم يعمل باستمرار كل يوم قدر المستطاع، يعمل شيء للأمة، في للأمة الإسلامية كمجتمع، أو مجتمع إسلامي، يعني من مكانه، من موقعه، من خبرته، من وظيفته، من تعليمه. لازم كل يوم يعمل الإنسان المسلم شيء للأمة الإسلامية، لرفع شأن الأمة الإسلامية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا يعني إيش؟ اجتمعوا عليه. تواصوا بالحق، اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق، شوفوا وين الحق ضايع واجتمعوا عليه، اجتمعوا على منافرته، تكونوا مع الحق ضد غير الحق. لازم اللي هم المؤمنين هذول اللي آمنوا بالله وعملوا الصالحات كذلك يجتمعوا على الحق، يشوفوا وين الحق ضايع بالأمة الإسلامية. معروف عددها الأمة الإسلامية، معروف وين أماكن الفقر فيها،
معروف وين أماكن العوز والحاجة فيها، معروف الخطر اللي واقع عليها، معروف الاحتياجات تبعتها. في بكون في مناطق في الأمة الإسلامية مناطق بتكون زيادة عن اللزوم. مثلا نفرض إنه مثلا بالصومال، في الصومال إيش فيه؟ فيش عندنا مدارس في الصومال، مدارس كفاية ما في للمسلمين، لتعليم أطفال المسلمين حتى القرآن ما في. احنا عندنا حاجة في مناطق الصومال لإيجاد مياه للشرب، مش موجود، قليل جدا المسلمين هناك بيشربوا مياه يعني غير صالحة للشرب. بدنا نعرف، احنا كنا نعرف المسلمين وين وايش محتاجين، وهذا ملقى على عاتق الناس المؤمنين اللي الله بيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني تواصوا، اجتمعوا على الحق واجتمعوا على الصبر، واجتمعوا على الصبر يعني صبروا بعض واجتمعوا على الحق، ارجاع الحق لأصحابه، نشر العدالة الاجتماعية بين الناس، مساعدة الفقراء، فقراء المسلمين في كل مكان، البحث على البحث عنهم والسؤال عنهم، ومعرفة احتياجاتهم ومعرفة أمراضهم وطرق مساعدتهم. حتى لو يعني الاجتماع على الحق كيف بيكون؟ يعني المؤمنين لما بيجتمعوا على الحق بيجتمعوا على أساس أنهم هم يبدوا بخطوات عملية. يعني أول شيء جمع التبرعات، حتى لو يعني أشياء بسيطة بتفرق كتير في بعض مناطق في المسلمين. في مناطق المسلمين فقر مدقع، يعني بتمنوا انه المسلمين يسألوا عنهم، حتى لو بتبعت لهم يعني اي شيء، مستعدين ياخذوا اي شيء، ملابس قديمة بياخذوا، تبرعات خفيفة عينية بياخذوا. يعني احيانا من الاشياء اللي احنا بنرميها احيانا في مناطق في المسلمين بيحتاجوها. فالاجتماع على الحق هنا الله بيقسم بيقول انه الانسان في خسر، رايح في داهية، طبعا رايح في 60,000 داهية الإنسان، إلا أن الله بده يرحمهم هذول يوم لا ظل إلا ظله، عشان ما يحشروش عميان. لأنه مين اللي بيحشر أعمى؟ اللي نسي آيات الله، آيات القرآن وأوامر الله بالقرآن. إنك أنت أول شيء تكون مؤمن، تعمل الصالحات، تخدم الأمة الإسلامية، وتجتمع على الحق وعلى الصبر، صبر بعض، وتجتمعوا على الحق. وين الحق؟ لازم يروح. ليش الحق ضايع في بعض مناطق من المسلمين؟ مثلا في ناس في سجون، نساعدها، نشوف ليش هي بالسجون. طب بلاش نساعد أهليها، يعني في احنا عندنا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي البغيض، الصهيوني البغيض. الناس هذه اللي بالسجون إلها حق علينا، أهلهم إلهم حق علينا. بلاش يعني نطلع على السجون اللي هم بالدول الإسلامية والعربية، يعني اللي هم المجرمين، أقصد السجناء، يعني إذا كان عندهم عملوا عمل إجرامي بلاش نطلع عليهم، نطلع على أهليهم. ما هو هذا اللي عمل عمل إجرامي بتلاقيه مدفوع إله. ما فيش إنسان انولد كده يعني ظالم، او انولد كده بالفطرة انه هو يكون مجرم اطلاقا. كل احنا بنعرف في ديننا الاسلامي انه الاطفال كلها تولد مسلمين بالفطرة وابرياء. فلما المجتمع يشكل شخصية الشاب والشخص ويصبح مجرم من كفره بعدم العدالة الاجتماعية الموجودة بيننا بالمسلمين، بيكفر بهذا المجتمع المسلم، وبتحول الى يعني مجرم بده ينتقم، لأنه ما شاف عدالة اجتماعية وهو طفل. لذلك أهله يعني حق علينا إن احنا نشوف الناس اللي هي عائلات الناس اللي بالسجون، سواء بالسجون العدو الصهيوني المجرم بفلسطين أو حتى في أماكن أخرى. هذه فكرة كتير كتير ممتازة، إنه الشباب تبدي تبحث عن عائلات المسجونين، سواء مسجونين سياسيا او
أبطال فدائيين مثلا زي في حالة فلسطين، أو حتى عائلات المساجين اللي هم مساجين مدنيين لارتكاب جرائم معينة أجبرهم عليها المجتمع. هذه فكرة ممتازة للشباب أن تبدي تساعد العائلات هذه وتشوف مطالبها، لأنه ممكن تترتب عليها أشياء كثير. لما الطفل يولد ولا يا أبوه بالسجن، طب ما هو يعني إيش احتمال، يعني إنه احتمال كبير إنه هو يعني يصير زي أبوه، يعني من شابه أباه ما ظلم. لذلك احنا ما ننتبه لأطفالنا وين بتروح، وهذا هو الناس اللي هي الله أقسم إنه الناس رايحة في داهية، ولكن هم هذول الناس الوحيدين باستثناء إنهم هم هذول هم المؤمنين اللي هم صابرين، اللي هم بيتواصوا بالحق وبتواصوا بالصبر. هم هذول اللي الله راح ينقذهم بإذن الله، هم هذول عباد الله الصالحين. غير هيك لا، غير هيك الكل بخسران. وهذا قسم، هذا قسم من الله عز وجل، إنه العالم كله، إن الإنسان بالعالم كله في داهية وبخسران مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اللي هو الحق اللي هو العدل اللي هو الميزان اللي هي العدالة الاجتماعية اللي هي ديننا أجى عليه. إحنا لازم نبدأ نعمل هيك من الشباب إن شاء الله، ونرجو أنه نكون على صواب بإذن الله رب العالمين. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وآية أخرى. السلام عليكم.